السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في جرينو ليفز كيتشن. معكم هند. وصفه اليوم هي بشنيخه بالقمح مطهيه في الفرن. دونك هذه هي الوصفه ديال اليوم، غادي تشوفوها معايا. سهله بزاف وتجي لذيذه، وبحالها بحال بشنيخه اللي مقليه في الزيت. دونك غادي نفتح قوس بالنسبه للمسابقه اللي وضعتها الفيديو ديالها بالامس. كتبتوا لي بزاف انكم ما تتوفروش على حساب خاص في الفيسبوك، فحذفت الشرط الثاني واحتفظت فقط بالشرط الاول، هو انكم تكونوا مشتركين في القناه وتكتبوا لي هذيك العباره انكم غادي تشاركوا في المسابقه تحت من الفيديو، وانا غادي ندير سحب القرعه بهذيك الاسماء اللي وجدتها في اسفل الفيديو. الشرط خاصكم تكونوا مشتركين في القناه. نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. دونك الوصفه غادي توجدوها دائما باسفل الفيديو. بالنسبه للدقيق، هو خليط بين دقيق الفوس ودقيق القمح. غادي نشوفوا معايا دقيق القمح طحنته ومن بعد غربلته، دونك طحنته باش نبقى محتفظه بهذيك النخاله ديالو ونستعملها حتى هي في الوصفه. دونك طحنته من بعد غربلته ومن بعد خلطته مع الفورس او الدقيق ابيض، وضفت عليهم كذلك المسحوق اللوز ومسحوق ديال الزنجلان، دونك زنجلان محمص ومطحون. ومن بعد تنخلطوا هاد المواد او هاد المقادير الجافه معها الملح وخميره الحلوى نصف معلقه صغيره، ومن بعد تنرملوها بالزبده اللي تتكون بحراره الغرفه. من بعد تنضيفوا الحليب يكون دافئ، دونك الحليب يكون دافئ شويه، وتنبداو نجمعوا في العجينه ديالنا. الا خديتوا المقادير مضبوطه كما كتبتها لكم، فما غاديش تحتاجوا معلقه صغيره ديال الحليب تزيدوها اولا تنقصوها، لان المقادير مضبوطه. دونك تتبقاو دلكوا وتجمعوا في العجين حتى تحصلوا على عجين في الاخير تيكون رطب وما يكونش كيتلصق. وغادي هو ما غاديش تحصلوا عليه كيتلصق الا خديتو كما قلت لكم مقادير مضبوطه. دونك تاخذوا هذيك العجينه تتقسموها الى قطع. الا كنتو غادي تخدموا هذا البشنيخه بوحدكم في الدار، فمن الاحسن تصغروا هذوك القطع باش ما يصعبوش عليكم العمليه ملي تكونوا تخدموا فيهم، وغادي ديروهم في الاله ديال السباغيتي. دونك غادي تصوبوا من هذوك القطع كويرات، وغادي تضعوا هذوك الكويرات في بلاستيك غذائي، وغادي تضعوهم في الثلاجه لمده نصف حتى ساعه ديال المكانه. دونك بعد ما تنحطوهم في الثلاجه تنبداو ناخذوا الكويرات ديالنا. بعد ما ارتاحوا ديك العجينه قصحت شي شويه، تناخذوا كل كويره وتنبداو نبسطوا فيها. دونك تتبسطوها وتتجمعوها وتتعودوا هذه العمليه تقريبا 4 ديال المرات، وعاد من بعد تتمشيو وتتحطوها في اله ديال السباغيتي باش تورقها لكم مره اخرى. دونك كما قلت لكم حاولوا تصغروا هذوك الكويرات العجين باش ما يعذبوكمش في الاله. دونك الاله ديال العجين ديال السباغيتي وضعتها في رقم 3 بالنسبه باش تورق لكم العجينه ديال البشنيخه، وضعتها في رقم 3 وترشوها بالدقيق وتنبداو نخرجوا فيها. رقم 3 هو مناسب لان العجينه فيها القمح، دقيق القمح، واخا تيتغربل تيبقاو فيه دوك الحبيبات شي شويه كبار، فما يمكنش نديرو اكثر من داك الرق سينو تتبدا تقطع لكم العجين. فرقم 3 هو مناسب جدا. دونك تنبداو نصوبو في تنوضعوها من بعد ما ورقناها في رقم 3، تنحطوها في الجهه اللي تتصوب لكم سباغيتي، وتبدا تخرج لكم هذيك العجين على شكل سباغيتي، عجين طويل. تنحطوا هذوك دوك الخيوط ديال العجين ديال البشنيخه وتنبداو نقرصوا فيهم على حسب نتوما بغيتوهم تكون عامره، راه تديروا الخيوط كثيره، بغيتوهم تكون خفيفه تديروا الخيوط قليله. دونك تكملوا هكاك. بالنسبه لي انا وضعت نصف الفران ونصف الاخر طهيته في زيت جوز الهند. دونك طهيتهم في الفران يكون مسخن على درجه حراره 150 لمده 20 حتى 30 دقيقه. ما تسناوهمش يتحمروا، ما يمكنش يتحمروا لانهم
ما مطهيينش في الزيت، ما يمكنش يكون عندهم هذاك اللون اللي تيكون زوين اللي تنشوفوه في المخرقه وفي هذا النصف الثاني اللي انا قليته في الزيت، ما يمكنش يكون سينو البشنيخه تتحرق لكم وغتقصح لكم وتكرم. ما يمكنش حتى الشكل ديالها لا علاقه مع الشكل ديال الشكل ديال الفرن بشنيخه، ما هي ماشي هي ديال المقلات، لانه ملي تنطيبوها وتندخلوها الفران كتولي مبسوطه من التحت، ما عرفتش واش فهمتوني، كتولي مبسوطه من التحت بحال الحلوه، كيكون التحت ديالها مبسوط وما تتكونش عند ديك الشكل بالضبط ديال البشنيخه اللي كيكون هكا شويه منفوخ وبومبي، دونك ما تيكونش بحال، ولكن المذاق كاين هو والقرمشه كاينه هي. فانا صوبتها تقريبا هذه اسبوع وهكاك، وباقي فيما تنذوقها هذه ديال الفرن وتلقاها مقرمشه. دونك اي فوا تنخرجوها من الفران تنديروها في العسل يكون سخون وتنحتفظوا بها من بعد ما تبرد. الوصفه سهله بزاف وصحيه بالنسبه للناس اللي باغين وصفات صحيه، كذلك بالنسبه لزيت جوز الهند هو صحي كذلك وبديل احسن من الزيت النباتي الا كنتو باغين تقليوه هذا البشنيخه. فاذا لقيتو الزيت ديال جوز الهند فهو احسن. ما تنساوش المسابقه، بغيت نشوف عدد كبير ان شاء الله تمشيو تكتبوا لي راه غادي نتشاركوا فيها باش نديروا سحب القرعه ان شاء الله في 15 شهر 6. عواشركم بروكا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.